وبدأنا مع بعض محاضرات الافتر افكتس. الاول معاكم احمد عبد الرحمن من Gfxacademy.tv. هنبدأ النهاردة كلامنا على افتر افكتس. افتر زي ما انا شرحت في المحاضرة بتاعت الموشن تايبس، كونك انك انت عايز تدرسه، فانت الاول بتشوف هو انت عايز تدرس الافتر، هل عايز تدرسه كجنرال، يعني هتاخد فكرة عن البرنامج ككل، تشتغل شوية 2D على شوية فيجوال على شوية 3D كومبوزنج، ولا انت عايز تدرس الافتر عشان تخش في حتة الفلات ديزاين. في الحالة دي انت بتتكلم في الشيب لايرز وبتتكلم في شوية سكريبتس حلوين، مع مش هقول بروفيشنال الستريتور، بس يبقى عندك معرفة بالإلستريتور، ولا انت عايز تتعلم الافتر علشان شغل الفيجوال افكتس وال3D موشن جرافيكس والكومبوستنج. وفي الحالة دي اتجاهك جوه الافتر بيختلف 180 درجة تماما، تمام؟ لان اتجاهنا في الكومبوزيت او اتجاهنا في شغل الفيجوال افكتس جوه افتر بيخلينا نتعامل اكتر مع حاجات هنعرفها واحنا شغالين، زي التراك ماتس، حاجات زي البلند مودز، حاجات زي الادفانسد كومبوزيتنج، حاجات زي التراكينج، يعني اتجاه تاني خالص غير ان انت داخل افتر علشان تشتغل فلات ديزاين. قبل ما تخش اي برنامج ايا كان البرنامج ده هو ايه، سواء انت بتتكلم في افتر او بتتكلم في فوتوشوب او بتتكلم في الستريتور او بتتكلم في كورل او بتتكلم في ماكس في مايا في سينما واتيفر، اوعى تخش البرنامج وانت مش محدد انت عايز منه ايه. صحيح انا ممكن اخش البرنامج جنرال دي، يعني بنسميها يعني دايما كده، هتلاقوا في ديفيديات حتى بيبقى اسمها مثلا ايه 3D ستوديو ماكس 101، مايا 101، افتر افكتس مثلا 101. دي 101 دي معناها فول بيزك تريننج، تمام؟ بمعنى ان انا هاخد حتة من هنا على من هنا على من هنا على من هنا، وفي الاخر انت كده عرفت البرنامج كجنرال، تمام؟ لكن انت لو داخل عايز تخصص في حاجة، ما تقولش انا مثلا طب انا عايز اشتغل موشن جرافيك هتعلم افتر. ايوة، هي انهي حتة من الموشن الاول؟ اصل الدنيا كبيرة، الدنيا مش قليلة، مش كلمتين والدنيا بتقف. لا، هتعلم موشن. طب انت عايز تتعلم ايه في الموشن؟ فلات ديزاين. طيب تمام، فلات ديزاين انت هتتعلم في الافتر افكتس 1 2 3 4، هتتعلم في الاستريتور 1 2 3، تمام؟ هشتغل ببلاجنز وسكريبتس من بره ب 1 2 3 4 5 6، تمام؟ طب انا عايز اتعلم افتر عشان اشتغل بيه كومبوزنج. يعني ايه كومبوزنج؟ يعني انا اشتغل افتر علشان اشتغل بيه شغل فيجوال افكتس و 3D موشن جرافيكس. طب انا كده هتعلم ايه؟ لا، كده بقى الموضوع مختلف، تمام؟ كده انا مطالب ان انا اتعلم في الافتر يعني ايه كومبوزيتنج اصلا، يعني ايه حاجه اسمها ريندر باسز، البلند مودز هتعامل معاها ازاي، التراك ماتش هتعامل معاها ازاي، الادفانسد بري كومبنج هتعامل معاها ازاي. فالموضوع ده مش موجود في يعني في الفلات ديزاين. عموما الفرق هيبان في المحاضرات بتاعتنا دي، ان احنا هنسترس قوي على حته ان احنا نعمل كومبوزيتنج، هنسترس جامد قوي على الحته دي كمان، ان احنا نعمل كومبوزنج اكتر من ان انا اشتغل بشيب لايرز او كلام من ده. فخلاصة الموضوع، حدد الاول انت عايز ايه من البرنامج، وبعد كده تبدأ تشوف مسارك جوه البرنامج هيبقى ايه، عشان مثلا ما تبقاش داخل افتر افكتس وانت شايف بروموهات لبي ان سبورتس مثلا، وتروح تقول انا عايز اتعلم موشن جرافيك فهخش افتر. طب لو لقيت نفسك بتشتكي والغلط منك، انت اللي محددتش انت عايز ايه في الافتر. لما بدخل افتر عشان اشتغل انفوجرافيكس، مش زي ما بدخل افتر عشان اشتغل شغل البي ان سبورت. ده اتجاه وده اتجاه. هو انا ممكن الم الاثنين؟ ممكن تلم الاثنين عادي جدا. انا ما بقولكش افصل نفسك، يا ريت لم الاثنين، وده هدف الكورس ده، انك تبقى زي ما في ناس بتتكلم كتير قوي في شغل الفلات ديزاين،
وعلى رأسهم الأستاذ محمد خاطر، وعلى رأسهم الأستاذ حسن شاوي، والأستاذة هند أحمد. في ناس بتتكلم في الحتة دي كويس قوي 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 في حتة الفلات ديزاين. الحتة التانية اللي هي حتة الـ 3D موشن جرافيكس، الاتجاه تاني، ايه المانع لم الاثنين مع بعض؟ لم الاثنين مع بعض، بس ما تخشش في الاثنين مرة واحدة. لو دخلت في الاثنين مرة واحدة هتقع بيه، تمام؟ المهم انا معلش على الانترودكشن البسيطة دي، بس عشان الناس ما يبقاش بيتفرج على المحاضرات دي وفي دماغه انه يطلع انفوجرافيكس يعني مبدئيا، خلاص. وما تبقاش برضو بتتفرج على محاضرات ال 2D ديزاين او الفلات ديزاين في الافتر وانت متهيألك انك هتطلع شغل بي ان سبوتس. فافهم انت بتشوف ايه عشان تطلع. نبدأ مع بعض الافتر. اولا اللي قدامنا ده افتر 2017، احنا في الكورس عندنا ده مش هيفرق فيرجن الافتر ايه، طالما انت من اول 2014 شغال. ما بلاش 2015، 2014 تمام، 2017 زي الفل. ده الدنيا تمام، مفيش فيها اي مشكله خالص، لان اللي هنقوله هيبقى واحد في الكل. هو بس في نقطه، لو اتكلمت على بلاجن ولا حاجه انت هتضطر تجيب الفيرجن. يعني انت انا هشتغل على 2017 و2014، اي بلاجن هستخدمه، اي سكريبت هستخدمه، هيبقى محطوط اللينك بتاعه في الشرح. بما اننا بنتكلم مع ناس بنقول الف ب في الافتر، كلمه بلاجن وسكريبتس زي بالظبط كانك شغال فوتوشوب وبتحط له افكتات زياده. بلاجن او سكريبت هما الاثنين بيضيفوا وظايف على الافتر افكتس عشان تزود من امكانياته ما هياش موجوده فيه. ليها مصطلح تاني بنسميه ثيرد بارتي بلاجنز، يعني بلاجنز خارجيه. زي ما قلنا احنا هنهرب من حته العربي لان في مصطلحات ما تتعرفش، تمام. فالمصطلح اللي هيتقال يا اما انت هتشوف شكله يا هتشوف الافكت بتاعه قدامك. المهم تعالوا الاول قبل ما نتكلم في القصه اللي قدامنا دي، زي ما عملنا في سينما، تعالوا نظبط البريفرنسز بتاعت افتر. افتر يعني هقول ايه، لو انت الرامات بتاعتك 4 هيتعبك جدا، تمام. يفضل من 8 فيما فوق، يعني لو هتشتغل او هنشتغل هيفضل من 8 فيما فوق، خلاص. 6 ماشي، لكن 8 فيما فوق، عشان فعلا لما تيجي ترندر سايزز او مساحات كبيره ما يقفش منك، ما يجيش يقول لك ان انا مش قادر اعمل ريندر، مش قادر اعمل بريفيو. الكلام ده كله هنسمعه من الناس، وانا متاكد ان في ناس هتشتكي من الموضوع ده، شكوى من الموضوع ده، وبيبقى انت عندك الرامات قليله، في حين ان انت لما بتيجي تعمل ريندر للفريم اللي قدامك بتلاقي مثلا انت شغال على فول اتش دي 1920 مثلا في 1080 وانت بتقول راماتك 4، استحاله هيرندرها، تمام. الا لو كانت حاجه كده خفيف، انما لو انت شغال شغل مش هيرندر، خلاص. فمبدئيا انا طول ما انا شغال انا هشتغل على سايز، السايز ده هيناسب الناس كلها، مش هيتعبك مش هيتعبك في عمليه الريندرنج. اقصد بكلمه مش هيتعبك ان هو مش هيديك ايرور، خلاص. لكن التقل هيبقى تقيل لو انت رماتك 4. في العموم البروسيسور بتاعك الجيجا هرتز بتاعه او التردد بتاعه كل ما بيعلى كل ما الدنيا عندك بتكون احسن، تمام. كل ما بيعلى كل ما الدنيا عندك بتكون احسن. هو مفيش حد هيقف ومفيش حد الدنيا هتقول له لا، بس في فرق ان انا بشتغل بسرعه شويه، فرق ان انا بشتغل ببطء شويه. تعالوا الاول نروح ايديت، ومن ايديت بريفرنسز، من بريفرنسز هاخد جنرال عشان اظبط الاعدادات بتاعه السوفت وير بتاعي، ودي مش هتتظبط الا مره واحده وبعد كده هنشتغل عليها. في جنرال هنا كل اللي انا عايز اتكلم عليه بارامترين فقط، والتالت بارامترين فقط، واحد هقوله دلوقتي والتاني هتكلم عليه واحنا شغالين. الاولاني اسمه allow scripts to write files and access network. باي ديفولت افتر قافل الاوبشن ده عشان لو انت جيت تشغل سكريبت انت جايبه من بره
يعني كنوع من الحماية عشان ما يكونش معمول فيه كود خبيث ولا كود يبوظ حاجة فهو قافله لك. لكن احنا كده كده هنعمل اللاو بحيث ان احنا هو شغال لنا سكريبتات براحتنا ما يديش ايرور. البارامتر التاني اللي هو ديفولت سبيشال انتربوليشن تو لينير، ودي مش هتكلم عليه خالص دلوقتي غير لما نخش في الانيميشن. بريفيو انا مش هقول فيها حاجة. ديسبلاي برضو مش هقول فيها حاجة. امبورت برضو، اوتبوت برضو، دي ماشي، ليبل دي. ميديا اند ديسكاش، ميديا اند ديسكاش دي من الحاجات اللي بتسهل جدا عملية الريندرنج. وانت بتعمل ريندرنج بتلاقوا بريفيو بتلاقي الافتر طاير، بس عشان الاوبشن ده يشتغل لازم تكون شغال، مش لازم بس يعني يفضل، يعني يفضل بنسبة 80%، بلاش اقول كلمة لازم، يفضل بنسبة 80% انك انت تكون شغال على هارد اس اس دي، مش هاردات، مش هارد العادي بتاعنا ده، تمام. لكن انا كده كده لان دي العملية دي لو انت نسيت الاوبشن ده مفتوح هتلاقي الدنيا بطيئة معاك جدا، لان طبعا افتر بيبعت كمية داتا جامدة جدا للهارد وبيستقبل منه برضو كمية داتا. الهارد اللي عندك ده بيتقري ويتكتب منه، يعني بيتكتب عليه ويتقري منه، فالكتابة والقراية دي بسرعة معينة حسب نوع الهارد. هاردات الاس اس دي عندك هاردات بتنقل بسرعات رهيبة، في عندك لغاية 400 او 550 في الثانية قراية وكتابة، طبعا سرعة رهيبة مقارنة بالهاردات العادية بتاعتنا اللي اتخنها هارد ساتا، اجدعها هارد ساتا بيقرا 120 ده لو جابها، تمام. ف 120 مقارنه من 500 ومش عارف كام، فرق السماء من الارض. برامج الجرافيكس عموما بتبعت داتا كتيره جدا للهارد وبتستقبل داتا كتيره جدا برضو من الهارد، ان دي ما تمتش بالسرعه الكافيه هتدي عندك بطيئه. وده من ضمن الحاجات الكتير جدا اللي بتخلي ناس اجهزتها قويه جدا ولك الجهاز بطيء. البطء مش من البروسيسور ولا من الرام، البطء من الهارد، وده محدش بينتبه له، محدش بياخد باله منه. البطء من الهارد مش من البروسيسور ولا من الرام، البروسيسور والرام عاملين اللي عليهم، لكن البرنامج نفسه بيبعت داتا كتيره جدا ويستقبل داتا كتيره جدا من الهارد. فلو الهارد ده سرعة القراية والكتابة عليه ما هياش بالسرعة الكافية ان البرنامج يعرف يتبادل معاها البيانات تلاقي الدنيا ميتة. فخلوا بالنا قوي، نخلي بالنا قوي 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 من الحتة دي، لان الهاردات الاس اس دي فعلا بتفرق، تمام. المهم بدون قر كتير خلينا نشيل enable discussion. بس قبل ما نشيلها اعمل empty عشان لو في كاشز، كان عندي 400 ميجا، تمام، عشان لو في كاشز. خلصت تقول له كلين داتابيس وبعد كده شيل الانيبل ديسكاش. فيديو بريفيو مش مشكله، ابييرنس لو انت مستغني، يعني لو انت مستغني عن نظرك خليه كده، تمام ماشي، لكن انا مش مستغني عن نظري فانا هخليه. العب هنا زي ما انت عايز والالوان اللي تعجبك خليها، تمام. اوتو سيف ماشي، نيو بروجكت ما علينا. ميموري كان في كلام كتير قوي في الحته دي للاسف شالوه، عموما هنتكلم عليها بعدين. هنا بيبقى حاطط تقريبا 3 6 جيجا، خليهم 3 جيجا للاذر ابلكيشنز عشان الافتر يعرف يسحب شويه حلوين. لحد كده انا مش هكلم في حاجه، بس هو انا بيدي الديفولت اوتبوت. على فكره دي ممكن تحس انك انت عندك مشكله لما تيجي تعمل بريفيو للصوت، لا الصوت مش طالع، لو انت شغال بحاجه اب نورمال زي ما انا شغال دلوقتي، المايك والهيدفون الاثنين يو اس بي، ممكن تيجي تعمل بريفيو هنا تلاقي الصوت مش طالع. الصوت مش طالع ليه؟ عشان الاوديو هاردوير مظبوط على حاجه تانية، مش واخد الاوتبوت الصح. يعني هي دي انا هخليها سبيكر كده. هو طبعا هيقول لي لازم مش يا عم كونتينيو، تمام ماشي، بس يعني هي النقطه في الحته دي. اوديو اوتبوت مابنج ما علينا منها، سيستم
او سينك سيتنج، ده السينك بين الجهاز بتاعك وبين حسابك على موقع ادوبي. دي بالنسبه للبريفرنسز، ما افتكرش ان فيها كلام تاني. بالنسبه بقى للناس اللي اجهزتها ممكن تكون قليله شويه، انا هقفل. خلي بالنا هنا في سينك سيتنج، خلي بالك هنا من اخر اوبشن ده، اقفل او اعمل اوكي. هنرجع تاني بس اضغط شيفت اديت، انا ما سبتش الشيفت. بريفرنسز ما سبتش برضو الشيفت. جنرال ما سبتش الشيفت. سيب الشيفت. سيكريت. الاوبشن ده بيقول له ايه بقى؟ هو بيقول للافتر وانت بتعمل ريندرنج للموفي بيرج افري، يعني كل ما تعمل ريندر مثلا ل 20 فريم خليها 15 قيمه مناسبه. هي المناسب فيها قوي من 10 ل 30 يعني. انا مش عايز اقول لكم القيمه دي، انا كنت بجربها على مدار كام سنه اللي فاتوا، لقيت 10 30 حلوين قوي تمام. او الاجهزه المتواضعه شويه خليها من 10 ل 20. لان هو هيعمل ايه؟ هو كل ما هيعمل ريندر ل 15 فريم هيحذفهم من الرام، وهو بيعمل ريندر مش هو بيعمل ريفيو، وهو بيعمل ريندر. لا تمام، ودي حلوه جدا، لانك انت لو جهازك متواضع شويه وبتعمل ريندر لحاجه ابعادها كبيره خلاص، في الحاله دي لو انت سبت الفريمات موجوده في الرام افتر هيقف، الرام بتاعك مش هتاخد، افتر هيقف خلاص. فلا انا هقول له كل 15 فريم شيل، كل 15 شيل. اذا انت كده محافظ على الميموري ان دايما انت عندك فيها 15 فريم بس تمام. ونعمل اوكي. يفضل بعد الكام اوبشن دول خصوصا الاخير ده وبتاع الاوديو ان يتعمل ريستارت للافتر. هو هيشتغل بس يعني لو ما اشتغلش يفضل يتعمل له ريستارت. طيب نيجي للانترفيس اللي قدامنا علشان دي فيها شويه مصطلحات كتير. اولا اللي قدامنا ده بنسميه البروجكت اكسبلورر. بروجكت اكسبلورر، البروجكت اكسبلورر لان ده اللي بيبقى فيه ملفات المشروع. ما تتوقعش مني ولا تحلم انك لما تيجي تسالني هقول لك عارف انت الناحيه اللي على اليمين فوق روح فيها وهتلاقي، مش انسى ان انا هجاوب عليك بالمنظر ده. يا جماعه نتعب شويه في التعليم علشان نعرف حتى لما نيجي نسال نسال صح. لو سالتني انا ما اعرفش ده غير ان اسمه كده، فانا لما هجاوبك هقول لك مثلا ايه، بص على البروجكت اكسبلورر شوف في كذا، هتقول لي هو فين، هتلاقيني ما بردش. ما انا مش هعرف اقول لك عارف انت الناحيه اللي على اليمين فوق اللي على الشمال فوق، مش طريقه رد ولا طريقه اجابه. انا معلش انا بسترس على النقطه دي كل مره علشان فعلا نرتقي بمستوى السؤال حتى. المهم ده البروجكت اكسبلورر، وهنا بمعنى تاني تقدر تقول عليه ان ده المطبخ. يعني ايه المطبخ؟ يعني انت عارف لما تيجي تعمل اكله تخش كده تجيب حله من هنا على طبق من هنا على بصلايه من هنا على طماطمايه من هنا على خيار من ده، كده طبق سلطه مش اكل. المهم لما تيجي تعمل ده انت بتجيب من كل حاجه حاجه وتخلطهم مع بعض فتطلع الاكله في الاخر. هي نفس القصه، انت هنا بتحط ملفات الصوت، الصوره، الصوت، الفيديو، ملفات الستريتور، ملفات فوتوشوب، ملفات بتاع ده صوت، كل حاجه بتحطها هنا وتسحب من هنا في المشروع بتاعك. اذا ده اسمه بروجكت اكسبلورر. يفضل انك تنظم البروجكت اكسبلورر لان النظام فيه هيبقى حلو خصوصا في المشاريع الكبيره. ازاي يعني؟ شفت انت الايكون اللي تحت دي كرييت نيو فولدر، هكليك فولدر وهسميه مثلا فيديوز، فولدر تاني واسميه ايمجز. واحد يا باشمهندس ايمجز ناقصه ايه؟ بقول ايه، احنا بنكتب يعني ايه بلغه الصنعه كده في اختصارات، اي ام جي يعني ايمجز، في اي دي فيديوز، فيدز في اي دي اس، ف هتلاقي حاجات كده. المهم هنا هقول له مثلا بي اس دي، لو هجيب ملفات
هاخد شغل. هنا هقول له مثلا AI لو هجيب ملفات استريتور. هنا هقول له SFX اختصار ساوند افكتس لو هجيب ملفات ساوند. هنا هقول له مثلا اوديو تراكس لو انا هحط باك جراوند ميوزك للبروجكت بتاعي هجيب التراكات. هنا هقول له مثلا VO اختصار فويس اوفر لو انا عندي فويس اوفر على الديزاين او في كلام بيتقال على الديزاين فهحطه في ال VO. في كام فولدر تانيين بس دول سبيشال فولدرز هقولهم لما نشتغل. المهم دي التنظيمة بتاعتي لما اسحب حاجة هحطها هنا. طيب هو ايه الالوان دي؟ الالوان دي بنسميها الكالر كودز. الكالر كودز دي موجودة هنا وهتبقى موجودة عندنا تحت هنا. هي الفايدة بس هي موضوع تنظيم. يعني انت لو ضغطت كليك كده وخليت ده اكوا ومثلا ده كمان زيه خليت ده اكوا هو اخر خلاص وهكذا. طب افرض انت عندك ده وده مثلا كان تحت خالص وواحد تاني مش عارف برضو كان تحت فانا عايز سلكتهم كلهم. لو ضغطت كليك كده قلت له سلكت ليبل جروب هيجيب كل اللي واخد نفس الكالر ده. فانت وانت يعني بتنظم شغلك يبقى شوف انت هتعمل ايه او مش هتعمل. المهم يعني رجع دايله ورجع دايله ده الكالر كود. بعد كده ازاي نستورد فايلز جوه افتر؟ لو جينا في اي حته فاضيه هنا وضغطنا دبل كليك هيفتح لي اكسبلورر. افتح بقى الفولدر اللي انت عايزه وليكن حاجه زي كده. هفتح ايمجز ونبص. خلي بالك بقى لو ضغطت كليك هنا وافتر افكت لقى هنا تتابع. يعني ايه تتابع؟ يعني فايل 1 2 3 4 5 تمام يعني 01 02 03 04 ترتيب تسلسلي. لو ضغطت هنا كده هتلاقيه راح معلم لك هنا على حاجه اسمها امبورت جي بي جي سيكونس. لو علمت على بي ان جي هتلاقيه بيقول لك بي ان جي سيكونس تمام. معنى سيكونس انه هياخدها كلها كانها موفي. فبقى خلي بالك بس يعني لو انت مش محتاج دي شيل علم. فانا هاخد مثلا ليكن صوره الثانيه هاخدهم كلهم اصلا كده كده محتاجهم كلهم تمام. هاخدهم كلهم وامبورت از فوتج. اول مصطلح اي حاجه بتخش افتر اسمها فوتج. فوتج يعني معناه العربي تمام ماشي. يعني هي بتخش كاسم فوتج. اذا الصوره فوتج ملف الصوت فوتج. يعني لو قلت لك الفوتج بتاع الصوت ملف الصوت. لو قلت لك الفوتج شوف الفوتج الفيديو الفوتج فيديو بتاعك او الفيديو بتاعك يعني فوتج اللي هي الخامه اللي انت هتشتغل عليها. خدت دول وهقول له امبورت. عمل امبورت. هسحب التكتشرز زي ما هم كده واقوم حاططهم جوه فولدر ايمجز تمام. لو ضغطت كليك بتشوف هنا الصوره بتاعتك. طبعا دبل كليك بيفتحها لك الناحيه الثانيه في اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي الفوتج بريفيو او اللاير بريفيو. لان احنا عندنا لاير بريفيو وعندنا حاجه ثانيه اسمها كومبوزيشن بريفيو تمام. لاير بريفيو هي بتعرض بس اللاير بتاعتك هنا بالاكس الصغيره دي وهنشيل تمام. اذا هنا انا عندي الفوتج بتاعتي او الصور بتاعتي واي كليك هنا بيديني المعلومات فوق. هنقفل فوتجز اسف ايمجز ودبل كليك تاني. هناخد الفيديوهين دول هسلكت الاثنين. طبعا عمر ما هيقول لك فيديو سيكونس تمام. هناخد الاثنين امبورت. هنكليك هنلاقي ان الفيديو ده 1920 في 1080 126 فريم 23 فريم بير سكند. هنسحب ده نحطه في فيديوز ونسحب ده نحطه في فيديوز. دبل كليك تاني ونخش على SFX اللي هي الساوند افكتس وناخد التلاته برضو امبورت واحطهم في SFX. كده انا استوردت الفايلز بتاعتي وجاهز على اني اشتغل. في المحاضره الجايه هنتكلم قبل ما نبدا نتكلم نشتغل هنتكلم على شويه كاستمايزيشن للانترفيس والاجزاء بتاع الانترفيس دي اسمها ايه عشان نبدا على طول
في الشغل.